توفي منذ قليل الفنان السوري نبيل حلواني عن عمر 53 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية طويلة امتدت لنحو عقود في التلفزيون والمسرح والسينما. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الموت غيب الفنان نبيل حلواني بعد صراع مع مرض عضال لم تكشف عن تفاصيله، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن الراحل عانى من سرطان في المعدة منذ حوالي شهرين، وكان يخضع للعلاج الكيميائي قبل أن تنتكس صحته في اليومين الماضيين. وقبل دخوله المستشفى كان الممثل الراحل يصور مشاهده في مسلسل باب الحارة الجزء 11، حيث يؤدي دور شخصية أبو صياح، ويعود آخر ظهور له إلى جنازة زميله مأمون الفرخ قبل حوالي 5 أشهر. ونعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الممثل نبيل حلواني الذي كان أول ظهور فني له عبر المسرح من خلال مشاركته بالمهرجان المسرحي الشبيبي المركزي الأول سنة 1979. وبعد ذلك وجد نبيل حلواني في مسرح الطفل متنفسا له يقدم فيه قدراته، فكان من مؤسسيه في مطلع الثمانينيات، فضلا عن مشاركته في عروض المسرح القومية والتي تزامنت مع حضوره في مسلسلات درامية علقت بالذاكرة مثل حرب السنوات الأربعة سنة 1980 وعريس الهنا مع الراحل نيهاد قلعي سنة 1984. وفي العام نفسه سجل الراحل حضورا لافتا في أحد أكثر أفلام المؤسسة العامة للسينما نجاحا وهو أحلام المدينة، وكرر تجربته السينمائية في العام 2003 بفيلم رؤى حالمة. ورغم أن نبيل حلواني شارك في أكثر من 50 مسلسلا سوريا إلا أنه لم يعطي أدوارا رئيسية في كل مشاركاته. ومن بين هذه الأعمال نتذكرها أخوة تراب وحمام القيشاني وعودة غوار وبطل من هذا الزمان ولورنس العرب والحصر من الشامية، كما شارك في المسلسل المصري فارس بلا جواد، فضلا عن عمله كمديرا للإنتاج لعدد من الأعمال. أما آخر ظهور له على الشاشة فقد كان في الجزء 10 من سلسلة باب الحارة الشهيرة مع المخرج محمد زهير رجب.